ضروري نحفز ونشجع أطفالنا على اللعب ونشاركهم ألعابهم. هالمشاركة بتخلق جو تفاعلي ونفسي وعاطفي وإيجابي بين الأهل وبين الأبناء، وبتعزز ثقة الطفل بنفسه أمام أهله، بتدربه ليتأقلم اجتماعياً وبكل حضور فاعل في بيئته. يعني متعة وفرح وتعلم بطريقة مختلفة لنا ولأطفالنا. هالأنشطة والألعاب بتساعدنا لنكتشف أطفالنا، مواهبهم، نقاط القوة والضعف، المشاكل، وبتوفر لنا فرصة لنعالجها أو ننميها.